بالنسبة للكثير من الناس، كان عام 2020 عاماً رديئاً بشكل عام نتيجة لسلسلة من الأحداث السيئة يأتي في مقدمتها انتشار فيروس كورونا الجديد الغني عن التعريف. وعلى الرغم من دعوات التفاؤل بما سيجلبه عام 2021، غير أن الحقيقة لا تضمن حدوث أي اختلاف بحلول العام الجديد. ولكن لا تفقد الأمل بعد، فقد تكون هنالك أمور يمكنك القيام بها لجلب السعادة إلى فترة العام المقبل. يقال إن الحياة ليست مجرد انعكاس لما يحدث حولك، ولكنها في الواقع استجابتك للظروف الخارجية والأفكار الداخلية. لتبسيط الأمر، حاول وضع قرار لتغيير شخصي أو حياتي في العام المقبل. ابدأ بكتابة أهدافك لتحقيقها في العام الجديد، سواء أردت إنقاص وزنك أو البدء بنشاط جديد، فلا تبقي ذلك فكرة حبيسة وشاركها مع الآخرين من أجل التشجيع والتحفيز. ثانياً، كن واقعياً بشأن قرارك للعام الجديد، فمحاولة أن تكون أكثر نشاطاً أو أن تقلع عن التدخين هو قرار صحي من الجيد اتخاذه، أما تحديد هدف صعب المنال هو قرار خاطئ يؤدي للفشل. لذلك تأكد من وضع أهداف منطقية يمكنك القيام بها. ثالثاً، ركز على هدف واحد والتزم به. أنجز هدفك بالتغيير الأول قبل الانتقال إلى الآخر، فإن تشتيت جهودك على تغييرات متباعدة قد يؤدي إلى الفشل بجميعها. لا تنسى أن تكافئ نفسك، فذلك يضمن درجة عالية من التحفيز بما يبقيك على المسار الصحيح. كافئ نفسك مع كل إنجاز أو خطوة نحو تحقيق هدفك. وأخيراً، لا تفقد الأمل، فالتغير يتطلب وقتاً ويحدث تدريجياً مما يجعل من الصعب ملاحظته، وغالباً ما ينطوي ذلك على نكسات أو تراجع من حين لآخر، فلا تعتقد ذلك سبباً للتخلي عن أهدافك. يمكنك البدء بتحقيق أهدافك في أي وقت ومكان، فخذ المبادرة الآن وابدأ بالتغيير، فالقرار عائد لك لبدء العام الجديد على أسس صحية وسعيدة. رسالة إيجابية من منصة الدكتور عويرة.